ان اسامه الف مليون مبروك لجماهير الاهلي العظيمه، ولا عزاء لحزب اعداء النجاح. اولا مبروك للنادي الاهلي، مجلس ادارته، اللعيبه، الجهاز الفني، الطب الاداري، كل منظومه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، حتى المجموعه القليله اللي كانت موجوده النهارده في ملعب المباراه. كل الناس كانت بتتفرج على المباراه، كل الدعوات اللي كانت موجوده، حتى ركله الجزاء اللي جت للرجاء، كل دعوات الجماهير النادي الاهلي. النهارده ما اقدرش اقول مين نجم المباراه، صح. لكن النهارده بقول كل لاعب النادي نجوم. الاهلي بالجهاز الفني، بالطب، بالاداري، بكل منظومه النادي الاهلي هم نجوم اليوم. النهارده ابتدت لما المباراه الاولى كانت في القاهره والناس كلها اشتغلت على ان يكون في 52 ألف مشجع من جماهير النادي الاهلي علشان اقدر احسم الامور من القاهره. الحمد لله ربنا وفقنا، استنينا الشوط الثاني اللي كان صعب جدا. النهارده ما كناش بنلعب فريق الرجاء بس، لا كنا بتلاعب الرجاء، بتلاعب جمهور الرجاء، بتلاعب حكم للاسف حكم شخصيته ضعيفه لا ترتقي انه يلعب في الاجواء دي. شفنا النهارده يعني لعيبه الرجاء كانت عايزه عوامات في ال 18، كل لعيب بيقع الحكم يقف ويصفر ويشوف الفار. فالنهارده النهارده لعيبه النادي الاهلي كانت رجاله. التفاصيل الصغيره في المباراه دي كولر كان مذاكرها ومركز فيها. مزبوط. قلنا النهارده ياسر ابراهيم مكان محمود متولي، مباراه محتاجه قوه بدنيه، محتاجه شراسه دفاعيه، محتاجه التحامات، محتاجه كرات عاليه، محتاجه سرعات، دي متواجده في ياسر ابراهيم. فالنهارده اختيار كولر للعناصر اللي هيبتدي بيها كانت عناصر جيده جدا. محمد الشناوي النهارده شخصيه القائد في الملعب، شخصيه حارس مرمى كبير. وقلنا زي ما كان في وقت من الاوقات بننتقد محمد الشناوي على بعض الاخطاء، لكن النهارده لازم نديله حقه. النهارده فعلا عندك حارس مرمى كبير، محل ثقه لكل لعيبه النادي الاهلي في الملعب. النهارده تعامل مع كل الكرات بهدوء، حتى الكرات الصعبه اللي اتلعبت عليه، حتى في ركله الجزاء ما نقلش الضغط للعيبه بتاعت النادي الاهلي، لا كان عنده هدوء، عنده ثقه، عنده تركيز في المهمه اللي كان داخل عليها. يعني ياسر ابراهيم واحد من نجوم المباراه، محمد عبد المنعم واحد من نجوم المباراه، اتنين النهارده شالوا خط دفاع النادي الاهلي. كل الكرات العاليه تعاملوا بيها بشكل اكتر ممتاز، سواء الاماميه اللي جايه من دفاعات الرجاء او الكرات العرضيه، كان عندهم هدوء كمان في ال 18. شفنا لعيبه الرجاء كل كره بتروح تدخل ال 18 تقع، فكان عنده الهدوء. دي النقطه اللي كان كباتن بيتكلموا فيها، الصبر في المباراه. محمد هاني من احلى المباريات اللي انا شفتها لمحمد هاني النهارده. يعني لعب في كاس العالم واحرز في كاس العالم للانديه وعمل مباريات، لكن النهارده مباراه عنده شخصيه. كان تقيل، بنشوف لما الكره بتيجي تطلع اوت في المكان ده عايز ياخد خام خطوه لقدام ويكسب بيها. بس هو عشان نديله حقه برضه هو عامل موسم كويس قوي. لا لحد دلوقتي عامل موسم هايل محمد، لكن المباراه دي مختلفه بالنسبه لي. النهارده محمد هاني دفاعيا قوي جدا النهارده. النهارده كل هجوم الرجاء من ناحيه الشمال او ناحيه اليمين ناحيه محمد قام في الحته دي بدور مليون في الميه. صح. هي كره واحده بس اللي عدت واتعملت والشناوي اتعامل معاها، لكن ادى مباراه كبيره. علي معلول اللي احنا كنا بنقول عليه الجناح الطاير على طول، النهارده كان واقف امتى يطلع، كان عنده تركيز. النهارده طلع في كورتين ثلاثه عمل فيهم خطوره، لكن كان عنده النهارده برضه تركيز دفاعي. النادي الاهلي النهارده على المستوى الدفاعي ادى مباراه كبيره. ثلاثي خط الوسط مروان عطيه، اليو ديانج اللي النهارده جري كميات كبيره جدا، وحمدي فتحي اللي برضه بعتبره واحد من نجوم المباراه، خط وسط النادي الاهلي النهارده كان عليه دور كبير جدا. علشان كده بقول النهارده كل لعيبه النادي الاهلي النهارده نجوم. النقطه المهمه برضه كانت نقطه مهمه جدا في البطوله دي، الخساره من صن داونز. ازاي النهارده يبقى عندك مدير فني كبير بعد الخساره، ازاي ترجع، ازاي تغير اسلوبك؟ كنا بننتقد كولر في كاس العالم الأندية، هو بيلعب ريال مدريد والجيم مفتوح، فلامينجو والجيم مفتوح، وهو بيلعب وعايز يكسب وبتلاعب من اكبر فرق في العالم. النهارده لما كولر يتطور دفاعيا ونشوف النهارده بيلعب الرجاء في وسط ملعبه وسط جماهير الرجاء، والرجاء ما يعملش هجمه غير ممكن هجمه وركله جزاء مشكوك فيها، لا النهارده كولر غير طريقه اللعب. نادي الاهلي 4-3-3 اتطور دفاعيا. ازاي كنا بنقول المباريات الافريقيه، لا ده النهارده حفظ الشكل الافريقي، ازاي يتعامل مع المباريات خارج ملعبك، ازاي يتعامل مع المباريات داخل ملعبك. فالنهارده النادي الاهلي كان هو الافضل في الناحيه التنظيميه، في الناحيه
التركيز داخل التسعين دقيقة. المباريات اللي زي دي زي ما انت بتعد فني ازاي بتعد نفسيا للاعبين. النهارده الاعداد النفسي كان هايل طوال ال 90 دقيقة. النادي الاهلي النهارده كابتن بيكتب رقم جديد. النهارده انت بتتكلم المرة الرابعة على التوالي توصل للدور قبل النهائي والمرة 19 في تاريخ النادي الاهلي بيوصل للدور قبل النهائي. فدي ارقام فعلا صحيح. يستحقها النادي الاهلي بتاريخه الكبير. الحاجة الثانية انت بتلعب النهارده فريق محترم، فريق الرجاء هو افضل فريق في دوري المجموعات. خلي بالك ماتش القاهره هنا دي كانت اول هزيمه لفريق الرجاء في مشاركته في البطوله الافريقيه. وخلي بالك الفريق الرجاء كان افضل فريق بالنتائج. مزبوط. كان اقوى خط دفاع، اقوى خط هجوم في دوري المجموعات. رايح جاي لما انت تتعامل معاه بالشكل ده النهارده وتقصي فريق الرجاء في وسط جمهوره. وخلي بالك دايما بتبقى الحسابات المباراه الاولى على ملعبك، المباراه الثانيه خارج ملعبك، فبتلاقي فيها صعوبه. النهارده لا، شخصيه النادي الاهلي بالشكل الجديد الشكل الدفاعي، ومش عيب النهارده انك انت يعني تدافع ويبقى عندك تنظيم دفاعي. كان في وقت من الوقت كان عندك استحواذ في ارض الملعب، ظهرت فرصه او فرصتين كنا ممكن نخلص فيهم، لكن النهارده بحيي كولر على صح. ولو عايز اقول لك حاجه، حتى لا قدر الله لو طلعت النهارده كنت خسران 1-0، بس انت المهم ان انت وصلت المهمه بتاعتك، وصلت الهدف بتاعك، وصلت الهدف بتاعك. طب علشان كده النهارده لازم نشيد برضو بكولر. التفاصيل الصغيره حته ياسر ابراهيم بمحمود متولي كان طبعًا موفق فيها بشكل كبير جدا. طبعا حمدي فتحي موجود علشان عمرو السوليه واصابته، لكن هو كان هيلعب بالشكل ده النهارده. ثلاثي خط الوسط ادى مباراه كبيره مع الخط الدفاعي محمد الشناوي. حتى التغييرات النهارده تخيل في في في, في الوقت في مثلا في الدقيقه 70 لما تنزل طاهر وتنزل احمد عبد القادر، فانت النهارده بتريح بيرسي تاو وبتطلع حسين الشحات وبتنشط الناحيه الهجوميه بتاعتك. فالنهارده عايز يضغط، وظهرت فرص مع احمد عبد القادر ومع طاهر، يعني نشطوا الناحيه الهجوميه. فالنهارده كولر كان مذاكر فريق الرجاء، النهارده بنحييه تحيه كبيره، بنقول له الف مبروك. النهارده كان مذاكر المباراه بشكل جيد، والنهارده واحد ايضا من نجوم المباراه. لكن لعيبه النادي الاهلي النهارده لعيبه رجاله وتستحق الفوز عن جدار النهارده. صحيح.